احنا في عندنا تصنيف للمراكز الصحيه، وانا الان بحكي بالاشياء العامه وليس بالخاصه. في بعض المراكز اللي تسمى مراكز اوليه بيكون فيها طبيعه دوام معينه، وبيكون طبيعه خدمات معينه. في المركز الصحي الشامل له ظروفه الخاصه. الان احنا الحقيقه فخورين انه امبارح اطلقنا خدمه الخط الساخن، وفي الان على مدار الساعه 24 ساعه في اليوم يوميا خدمة الخط الساخن، وفي 150 خط. هلأ واحد من الخطوط هاي اللي هي بتكون مدير المراكز الصحية في المركز الوزارة اللي هو الدكتور بشار. إن إحنا الأشياء اللي بتحكمنا في تقرير إنه المركز هذا بيلزمه مختبر أو أشعة أو كوادر معينة هي تصنيفه هل هو أولي أو شامل. فالآن إذا في شيء مخصص للمركز اللي تفضلت فيه، بتمنى على الأخ السائل يبعث طلبه على سكرتيرتي أمل أبو حميدان والفاكس إذا بتحكي مع مكتب التعطيك إياه مزيد من المعلومات على الهواء في الدكتور بشار مدير الرعاية الصحية ومدير الحقيقة هو المراكز الصحية. ونتمنى للجميع الخير إن شاء الله، بلد الطيب اللي بنحب. نشكر الله الحقيقة على أنه الأمن والأمان الموجودين. الطوارئ اللي هي بتداوم 24 ساعة على ما في أي تغيير. التغيير اللي بصير شهر رمضان هو فقط للإداريين. الآن بحب أحكي لك بالنسبة لأقسام الطوارئ والمستشفيات، بدي يعني في معلن عنها الآن الخطوط الساخنة في كل مستشفى وفي كل مركز صحي في المملكة الأردنية الهاشمية.